مرحبا بكم. في عام 1997 كان كل شيء عاديا في محمية جوانا كاست بكوستاريكا، إلى أن بدأت إحدى الشركات بإلقاء نوع خاص من الفضلات وسط المحمية، إنه قشور البرتقال. وعلى مدار عام كامل تم إلقاء 12 ألف طن من قشور البرتقال وسط المحمية. لكن ما سبب ذلك وكيف انتهت القصة؟ لننطلق. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم. لمعرفة القصة الكاملة سنعود إلى سنة 1976، وتحديداً إلى تخرج كل من دانيال جانزن وويني هالوكس من جامعة برينستون وتعيينهما كمستشارين لحماية البيئة في محمية جوانا كاست. بحلول عام 1995 أنشأت شركة ديل أورو مصنعاً كبيراً لها لإنتاج عصير البرتقال على الحدود ما بين كوستاريكا ونيكاراغوا. ومن أجل الحفاظ على المحمية قرر كل من دانيال وويني إبرام صفقة مع الشركة. تقتضي الصفقة على أن يتم السماح للشركة بإلقاء نفاياتها في المحمية مقابل أن تحرص الشركة هي الأخرى على الحفاظ على المحمية، وذلك باتباع الشروط التالية: أن تكون النفايات التي يتم التخلص منها عبارة عن نفايات زراعية عضوية متمثلة في قشور البرتقال وبقايا اللب فقط، ألا تستخدم الشركة أي نوع من المبيدات الحشرية على محاصيلها، وأن يتم شطف بقايا البرتقال بزيت الليمونين قبل رميها لإبعاد الحشرات، وأخيراً أن يتم التخلص من بقايا البرتقال في مناطق محددة فقط من المحمية، وهي مناطق معروفة بنقص جودة التربة فيها. وافقت الشركة على كل الشروط، ولمدة 20 عاماً تم إلقاء أكثر من ربع مليون طن من قشور ولب البرتقال وسط المحمية. لكن الوضع تغير عندما تدخلت شركة أخرى في هذا الاتفاق، وهي شركة تيكو فروت التي كانت تنفق الكثير من الأموال للتخلص من بقايا البرتقال، في حين أن شركة ديل أورو تفعل ذلك بطريقة شبه مجانية عن طريق إلقاء تلك البقايا وسط المحمية الطبيعية. وعندما قررت شركة تيكو فروت التخلص من بقايا البرتقال بنفس الطريقة، قابلها كل من دانيال وويني بدعوى قضائية بحجة أن رمي فضلات شركتين في نفس المحمية يؤدي لتراكم القشور المتعفنة مما يضر بالبيئة. شنت تيكو فروت حرباً إعلامية قوية ضد شركة ديل أورو، ونجحت من خلال ذلك في إقناع الرأي العام بأن ما تفعله الشركة يضر بالبيئة. أدى ذلك لاحتجاجات عارمة في الشوارع، ووصلت القضية إلى المحكمة العليا التي أصدرت حكماً بمنع الشركتين من رمي بقايا البرتقال في المحمية. لكن حكم المحكمة لم يتطرق إلى تلك الكميات الهائلة من القشور التي تم رميها في الغابة بالفعل، ولذلك تم تركها هناك دون أن يهتم أحد بما سيحدث لها. تم نسيان الأمر تماماً إلى أن تذكره بعض الباحثين من جامعة برينستون، وذلك بعد مرور 16 سنة، حيث توجه الباحثون إلى المحمية لمعرفة ما حدث لتلك البقايا، وهناك كانت المفاجأة. تجول الباحثون طويلاً دون العثور على أي أثر لبقايا البرتقال، واستمر الأمر إلى غاية العثور على لافتة قديمة، وهي نفس اللافتة التي تم الاعتماد عليها قديماً لتحديد مكان تواجد التربة منخفضة الجودة. وذلك يعني أن تلك المنطقة هي التي تم التخلص من بقايا البرتقال فيها، لكن لم تكن هناك أي بقايا في المنطقة، وهو ما أثار دهشة الباحثين، حيث تحللت تلك البقايا وساهمت في تغيير المشهد بالكامل. لاحظ الباحثون زيادة بنسبة 176% في الكتلة الحيوية داخل تلك المنطقة، وبعد قياس سمك جذوع الأشجار تبين أن 3 رجال بالغين لا يمكنهم احتضان جذع شجرة بسبب سمكه، كما ظهرت الكثير من الحيوانات الجديدة هناك، وتم إحصاء أكثر من 24 نوعاً مختلفاً من الأشجار. وذلك يعني أن المنطقة التي تم تصنيفها على أنها ذات تربة منخفضة الجودة قد تحولت إلى جنة خضراء بفضل المواد العضوية التي تحللت هناك. لكن ذلك لا يعني أن عليكم تكديس قشور البرتقال في شوارع مدينتكم لجعلها خضراء. ما حدث في تلك المحمية حسب العلماء هو حالة خاصة بسبب مناخ كوستاريكا الرطب والدافئ على مدار السنة، مما يساعد المواد العضوية على التحلل. وإذا تم تكرار نفس التجربة في المناطق الباردة، فإن عملية التحلل ستكون بطيئة جداً، وربما لن تحدث على الإطلاق. لكن ما حدث في محمية جوانا كاست ساهم في إجراء العديد من الدراسات العلمية الجديدة، وأيضاً في ظهور شركة أورانج بيل إكسبلويتيشن، التي تسعى لإيجاد طرق يمكن من خلالها استغلال قشور البرتقال لإنقاذ العالم. وتبحث الشركة التي تضم العديد من الباحثين عن طرق لاستغلال قشور البرتقال كوقود حيوي بديل للوقود الأحفوري،
إضافة إلى استعمال تلك القشور كمادة لصنع البلاستيك الحيوي. ومن الممكن ألا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث يسعى الباحثون أيضاً لترشيح المياه باستخدام قشور البرتقال، وهي الطريقة التي يمكنها أن تصفي المياه من عديد السموم مثل الأمونيا. وإذا نجح الباحثون في ذلك، فإن قشور البرتقال ستنقذ حياة الملايين عبر العالم. قهوة الغابات المطيرة. القهوة رائعة في الصباح، وهي لا تعدل مزاج الإنسان فحسب، بل يمكنها أيضاً تعديل النظام البيئي، حيث قرر بعض الباحثين من جامعة هاواي استخدام بقايا قشور حبات القهوة التي يتم التخلص منها قبل عملية التحميص لإجراء تجربة في غاية الأهمية عام 2018. تمت التجربة على سطح أرض تم استغلالها لرعي المواشي لعدة سنوات، ويغطيها نوعاً من الأعشاب الضارة التي يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار. تلك الأعشاب الضارة تحجب الضوء عن التربة وبقية النباتات، ومن أجل التخلص منها قام الباحثون بردمها بواسطة بقايا قشور القهوة، وقد أدى ذلك لاختناق الأعشاب الضارة في الأسفل وتحللها، مما جعل التربة أكثر خصوبة وغنية بالمغذيات. وبعد فترة زمنية معتبرة، لاحظ الباحثون أن الأرض أصبحت مغطاة بالأشجار بنسبة 80%، كما وصل طول بعض الأشجار الاستوائية فيها إلى 18 متراً. لكن هل يمكن اعتماد هذه الطريقة على نطاق واسع؟ ذلك غير ممكن للأسف. السبب يتمثل في أن قشور القهوة تجذب الكثير من الحشرات التي ستؤثر على أي شخص يعيش بالقرب من المنطقة التي تتراكم فيها، كما أن تحلل قشور القهوة يمكن أن يتسبب في تلوث المياه، خاصة في حالة انجراف تلك الفضلات العضوية مع مياه الأنهار والوديان، مما يسبب نمواً مفرطاً للطحالب. وإضافة إلى ذلك، فإن العناصر الغذائية المتنوعة التي تضمها تلك القشور لا تفيد الأشجار فحسب، بل إنها تفيد الأعشاب الضارة أيضاً وتساعد على تكاثرها. الجدار الأخضر للصين. تغطي صحراء غوبي مساحة 805,000 كيلومتر مربع شمال الصين، وبفضل تغير المناخ فإن مساحة الصحراء تتزايد بمرور الأيام. وحسب المختصين، فإن مساحة صحراء غوبي تتزايد بمقدار 3,621 كيلومتر مربع كل عام، وهو ما يؤثر على الغطاء النباتي وأيضاً التنوع البيئي في المناطق المحيطة بها. ومن أجل حل هذه المشكلة، لجأت الحكومة الصينية منذ عام 1978 إلى تطبيق برنامج طموح تسعى من خلاله إلى استعادة المناطق المتصحرة وتحويلها إلى مناطق خضراء، وكذلك تقليص مساحة الصحراء عن طريق التشجير. وعلى الرغم من أن هذا المشروع نجح خلال 40 سنة في إنقاذ ما مساحته 340,000 كيلومتر مربع من التصحر، وذلك يعادل مساحة ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، إلا أن هذا البرنامج قام على زراعة نوع واحد فقط من الأشجار سريعة النمو والقادرة على مقاومة الحرارة والجفاف، وذلك ما أدى لاختفاء الغطاء النباتي الأصلي للمناطق التي تمت محاربة التصحر فيها. في الفترة ما بين عامي 2000 و2005 مثلاً، زادت نسبة الغطاء النباتي للمشروع بحوالي 32%، لكن ذلك قابله فقدان 6.6% من الغطاء النباتي الأصلي، كما أن العديد من السكان المحليين قاموا بقطع الأشجار المتواجدة بالفعل، وذلك ليتم توظيفهم من طرف السلطات لغرس أشجار جديدة. والنقطة السلبية الأخرى التي لاحظها الباحثون بعد سنوات من بداية المشروع هي أن الغابة الاصطناعية التي حرصت الحكومة على توسيعها خلال أكثر من 40 سنة لا تمثل بيئة مناسبة للعديد من الحيوانات التي تعيش في المناطق الصحراوية. ومن أجل تدارك الوضع، عملت الحكومة الصينية ما بين عامي 2014 و2017 على حظر عملية قطع الغابات الطبيعية، وأصدرت أوامرها بغرس أنواع أخرى من الأشجار والأعشاب التي يمكنها خلق بيئة مناسبة لتلك الحيوانات، حفاظاً على التنوع البيولوجي للمنطقة. نزهة على القمر. وادي رم جنوب الأردن عبارة عن منطقة جافة وغير مأهولة، ولذلك حصل على اسم وادي القمر. ورغم تشبيه المنطقة بالقمر لكونها غير مأهولة بالسكان، إلا أن لون التربة هناك يميل للأحمر تماماً مثل تربة المريخ، وهو ما جعل الوادي مناسباً بالنسبة للمخرج ريدلي سكوت لتصوير بعض من مشاهد فيلم The Martian. وبعيداً عن الأفلام، فإن الأردن لديها متوسط مياه يقدر بحوالي 150 متراً مكعباً لكل فرد سنوياً. وعلى سبيل المقارنة، فإن متوسط المياه لكل فرد سنوياً في الولايات المتحدة الأمريكية يصل إلى 9,000 متر مكعب،
لكن رغم الظروف الصعبة في وادي رم، إلا أن المنطقة تضم أكبر مزرعة في الأردن، والتي تتربع على مساحة 2000 هكتار وتنتج حوالي 20,000 طن من البطاطس و10,000 طن من البصل وآلاف الأطنان من الفواكه اللينة مثل الخوخ والتين والبرتقال سنوياً. فكيف حدث ذلك في ظل غياب المياه؟ صحيح أن المياه ليست متواجدة بكثرة على السطح، إلا أن الوصول إلى المياه الجوفية وسحبها باستعمال المضخات سمح بإنشاء العديد من الحقول الدائرية ذات نظام السقي المحوري، كما أن اختيار المنتجات الزراعية القادرة على التأقلم مع ظروف الصحراء بحرص من طرف المزارعين ساهم بشكل كبير في الحصول على منتوج وفير. وبذلك أصبح وادي رم منطقة استراتيجية بالنسبة للاقتصاد الأردني، وعلى الرغم من أن الأردن تستورد حوالي 98% من المنتجات الزراعية، إلا أن مزرعة وادي رم قد تقلل من هذه النسبة بمرور السنوات، ومن الممكن أيضاً أن تساعد البلاد على تحقيق الاكتفاء الذاتي يوماً ما. والجدير بالذكر أن هيئة الأمم المتحدة قد أصدرت في السنوات الأخيرة العديد من التقارير المقلقة بشأن الوضع الغذائي في العالم، حيث أشارت بعض تلك التقارير إلى أن إنتاج الغذاء في العالم لابد أن يتضاعف خلال 40 عاماً القادمة لتغطية احتياجات البشرية. ومن جهة أخرى، يرى الخبراء أن تحويل الصحاري إلى مساحات خضراء سيعيق البشرية عن الوصول إلى العديد من الثروات، أبرزها النحاس الذي يحصل العالم على 50% منه من صحاري المكسيك وتشيلي وأستراليا. إن عجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.